نروح لمزيد من التفاصيل ودكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. حضراتكم أكيد خلاص حفظتوا مين دكتور محمود على كل حال. يعني دكتور محمود صباح الخير في البداية طبعا. صباح لحضرتك. أهلا بيك. ومعلش هبدأ بالتحضيرات الجديدة وطبعا عايزين نعرف طقس الويكند وعايزة أروح تحديدا للأخبار اللي كانت متداولة على مواقع مختلفة إن في تعطيل للدراسة اليوم ببعض المحافظات المصرية يمكن منها البحيرة ومطروح وكفر الشيخ والأسكندرية. تفضل يا دكتور. طبعا النهارده حالة عدم الاستقرار نشاط الرياح المثير للأتربة بيكمل معانا من امبارح. النهارده منذ الساعات الأولى في طبعا نشاط الرياح ومحسوس بشكل كبير جدا خاصة طبعا في مناطق المدن الجديدة والأماكن المكشوفة والمفتوحة بشكل كبير منخفضة فيها مستوى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الرمال والأتربة. إن شاء الله مع تقدم ساعات النهار بتتهيأ الفرص لسقوط الأمطار سواء على السواحل الشمالية أو شمال الوجه البحري، ولكنها أمطار متوسطة وعلى فترات متقطعة فإن شاء الله هتكون غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. فترات الليل إن شاء الله النهاردة بتبدأ تهدأ الرياح تماما، ولكن طبعا انخفاضات نصوص درجات الحرارة في ساعات الليل خاصة الساعات المتأخرة والساعات الأولى من الصباح. فجر الخميس تبدأ الشبور المائية في الظهور إعلان بالاستقرار في الأحوال الجوية إن شاء الله. طيب يعني فكرة هنا بقى تعطيل الدراسة لأن زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك قبل كده يعني لازم يكون في مصدر موثوق والكلام ده، وكان فعلا طبعا في مصدر موثوق بهذه الأخبار، لكن هنا القرار مش صادر بقى من وزارة، هو بنتكلم عن هنا يعني ممكن نقول على مستوى أضيق يعني محليات أكتر، صح كده؟ هو طبعا يعني أنا هو طبعا قرار تعطيل الدراسة يعني مش اختصاص هيئة الأرصاد الجوية، ولكن بالتنسيق مع الهيئه في تربو بحاله الطقس بالظبط بترى بقى بعض المحافظات الاسلم ايه الاجراءات الاحترازيه بتاعتهم، فيعني موضوع تعطيل الدراسه بيبقى خاص شويه بالاجراءات الاحترازيه الخاصه بكل محافظه طبعا، وبناء على توصيات طبعا هيئه الارصاد زي ما حضرتك بتذكر طبعا توصيات هيئه الارصاد من حيث وصف حاله الطقس في كل محافظه طبعا. الويكند يعني نقدر نفهم من كلام حضرتك ان هو هيكون افضل من الاجواء اليومين دول ولا هيبقى ايه؟ لا ان شاء الله افضل بكتير، هتهدأ سرعات الرياح تماما، هتزيد فترات سطوع اشعه الشمس، وقت الظهر هيكون الجو بالفعل معتدل كويس. فترات الليل طبعا درجات الحراره منخفضه، الطقس جميل البروده في ساعات الليل، فالاجواء هترجع الى طبيعتها والاستقرار والطقس الخريفي ونهايات فصل الخريف باذن الله. خلاص يا ايام تقريبا ونبدا بقى فصل الشتاء يوم 22 تحديدا، صح كده؟ بالظبط يا فندم ان شاء الله. شكرا ليك دكتور محمود، شكرا جزيلا.